في البريود الاخرانيه عملنا صورنا مع السيد الوالده واللي حكيت لنا عليه اساس انه سمعت صح فما تهديدات. صحيح صحيح. شنو رد فعلك على التهديدات هذه وهل تثبت صحتها من عدمها وتعليقك؟ ما نعرفش انا صحتها من عدمها على خاطرني كنت في المروك عندي خدمه انا مع الجروب اللي من المروك الغادي فهمتني ومش نحضروا يعني الكليبات اللي عندنا زوز ان شاء الله وبالتليفون انا كلمتني امي قالت لي راهو الصوره فيها فهمتني هكا وكي جيت من المروك معناها كي مشيت خليتهم معناها كي مشيت من تونس خليتهم ممنوع باش نصوروا وكي جيت من المروك قالوا لنا زاده في المطار ممنوع تشوف الا ما يبدا عندكم ترخيص. باهي هذا تو على خاطر ما خلي الناس نصوروا ديجا معاك باسم ترخيص. باهي حبيت نسالك اليوم كلاي بالتهديدات هذه ها شنو نستناو من كلاي معناها؟ والله صاحب التهديدات موش تهديدات صاحب اللي يدخل للراب لازم عنده قلب والبرنسيب اللي عندي في راسي انا معناها اللي كان كاتبه حاجه تصير فهمتني؟ وبالرسمي صاحب الرخ ليها على الاخر واقسم بالله صاحبي والله يعني البرنسيب اللي نمشي بيه في مخي انا ما يصيبكم الا ما كتب الله لكم من الاخر معنا. لا على حسب ما فهمنا من صفحات الفيسبوك ولا من صفحات برشا عبيد حكيوا يقولوا انه يلوموا عليك انك دخلت في السياسه وخاصه في مشاركتك في برنامج كلام الناس دونك العبيد هذوما شنو تنجم تجاوبهم؟ زولي عايش ما فاهم والو زولي عايش اشكون يسالو زولي عايش ماكلها بحلالو زولي عايش ديما بلادو في بالو ياو